ده انواع الناس للاسف هنا في ناس بلا استثناء تقعد فترات كتيره كبيره جدا تاخد ادويه معينه علشان تجهز للجواز. يعني هنا الموضوع ده يكاد يكون منتشر. عشان كده يا جماعه عايزين بقى نتكلم في الجانب الطبي بعيد بقى عن كلام الناس والدجل والشعوذه وان انا لازم اخد الحبايه الفلانيه وللاسف حاجات غير مرخصه زي نعرف الوزن الطبيعي بتاعي ان احنا نطرح طول بتاعنا 100. يعني لو طولي 170 يبقى الوزن الصحي بتاعي 70 يبقى اقل من كده نحافه. بقى كده عرفنا ايه هي النحافه. هي الفحوصات الطبيه ان انا دلوقتي خلاص انا عندي نحافه، طب ايه السبب؟ هل انا هاخد حبايه الفلانيه دي تمشي عليها لفتره كبيره جدا من الوقت هي اللي هتكون العلاج للمرض بتاعي؟ طب اعرف السبب. اعرف يا جماعه عايزين نوصل رساله كبيره جدا ان جسم الانسان ده اعقد تكوين موجود في العالم. اللي ينفع لشخص ما ينفعش للتاني، ما ينفعش يعني للاسف المفهوم ده غير واضح. فاعرف السبب اللي موجود جوه الجسم قد يكون نزول الوزن ده ممكن يكون سبب مرضي. صحيح. كيف ممكن نتاكد من الحاجه دي؟ من خلال فحوصات ولا يعني؟ ايوه نتاكد طبعا في البدايه زي ما احنا قلنا كده بنعمل تحليل صوره الدم كامله علشان نتاكد ان ما فيش انيميا. الانيميا سبب رئيسي في النحافه وفقد الوزن. قد تكون مشاكل في ديدان في الامعاء، فبنعمل تحليل ابراز لعينه صباحيه علشان نتاكد ان بالفعل ما فيش مشاكل، ما فيش ديدان او حاجه. عشان بناكل والديدان بتاكل الاكل اللي احنا بناكله، فنستفيد ازاي؟ والمعده زي ما ذكرت انت في الحلقه اللي فاتت في فقره كبسوله طبيه. أيوة. مهمه جدا يعني فحوصات للمعده. ايوه فحوصات البول محتاجين صوره دم كامله، فحوصات للبول، فحوصات للغده الدرقيه. يعني وديت التحاليل الاساسيه اللي احنا ممكن نعملها. انا عندي نحافه، طب اتاكد الحمد لله ان انا ما عنديش خلل مرضي، ما عنديش خلل مرضي، خلاص يبقى احنا كده تمام، ما فيش اي مشاكل. نبدا بقى نتكلم قد تكون المشكله نفسيه. اغلب خلي بالك اكتر من انا حتى في الروشته بتاعتي، يعني مش روشته ان هي مجرد ان احنا نكتب الادويه وبس كده، لا لا الموضوع يا جماعه والله بكتب كده ممنوع العصبيه، ما تسمحيش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجي لك الضغط. نصيحه مستمره، انت اللي هيجي لك الضغط، انت اللي هيجي لك السكر، انت اللي هيجي لك القلب، انت اللي هتموتي في النهايه. يعني فالشاذ من الموضوع الحاله النفسيه لها دور كبير جدا في العلاج. الحاله النفسيه بتمثل عامل كبير جدا. بيجيب التحاليل كده، شوف التحاليل، الغده الدرقيه سليمه، ما فيش انيميا، ما فيش ديدان، صحيا بخير. طيب يعني هي الحمد لله صحيا بخير. فاحنا بقى بنبقى محتاجين ان احنا انا خسيت بشكل كبير في السن ده، انا في الثانويه ومش عارف اعمل ايه وشوف لي حاجه، لان هي بتفكر كتير، بيجي لها قلق، بيجي لها توتر، بيحصل لها اكتئاب بسبب التفكير، الضغط النفسي. طبعا يبقى لازم اعالج الضغط النفسي في البدايه. العلاجات السريعه احنا دلوقتي عايزين ندي فيتامينات. طيب. فيتامين د وفيتامين بي 6. عايزين ندي املاح الكالسيوم بالمغنيسيوم لان غالبا بيبقى عندهم نقص كبير جدا فيهم. طب ايه الوجبه المقترحه عشان يبقى بشكل سريع الناس بقى تستفيد؟ ايه الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها او ايه المشروبات السريعه اللي احنا ممكن نشربها تفتح لنا الشهيه شويه؟ طيب المشروبات السريعه، مشروب الكراويه، اليانسون، البابون، الحلبه، ناخدها بعد كل وجبه، نحاول ننوع ما بينهم. الوجبه المقترحه الثانيه احنا ممكن بليله باللبن، ناخد وجبه بليله باللبن بعد الوجبات. ممكن ناخد لبن ونحط عليه شويه مكسرات ونحط عليه مثلا 7 تمرات صباحا كل يوم. ديت هتحسن لهم الحاله المزاجيه، هتنشط لهم الدوره الدمويه، هتخليهم في حاله نفسيه تكاد تكون كويسه، تريح لهم اعصابهم فيكونوا ريلاكس احسن، ونستطيع ان احنا نحل المشكله بشكل اسهل. طيب جميل، انا شاكر جدا دكتور احمد عطيه دهشان استشاري التغذيه العلاجيه.